قطاع التربية والتعليم يأتي ضمن محور التنمية الاجتماعية والخدمات في محاور برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المطروحة أمام السادة النواب للبحث والدراسة قبل إقرارها. نعم، ويضم قطاع التعليم تحت مظلته التعليم الأساسي العام والفني والتعليم العالي الحكومي والتعليم الخاص وأيضا التدريب والتأهيل، الأمر الذي يجعله قطاعا هاما وملامسا لاحتياجات ومتطلبات جميع الأسر البحرينية. وضعت الحكومة البحرينية قطاع التربية والتعليم ضمن أهم أولوياتها في برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة، وذلك انطلاقا من كون التعليم أساس نهضة الأمم ورفعة الشعوب، وهو الداعم الرئيس للاقتصاد الوطني. هذا البرامج اللي الحكومة لم يبدأ من الصفر، وإنما استكمال لبرامج سابقة في التحديث والتطوير، سواء كان على مستوى المناهج أو على مستوى الخدمات الطلابية أو على مستوى الاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي عبارة عن تقريبا استكمال ولكن بنوع من اللي هو التحديث من خلال على المحدث، من خلال تقويم مستمر، وهذا التقويم هو يعطينا التغذية الراجعة للسير قدما في الارتقاء. واعتمدت خطة العمل الحكومية في قطاع التربية على عدة متطلبات رئيسة، أهمها المناهج والبنى التحتية، وصولا إلى موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في البحرين. وقد جاء في برنامج الحكومة بالنسبة لقطاع التعليم العالي 9 عناصر لتحقيق ذلك الارتقاء، وهي تطوير البنية التشريعية لتعزيز المتابعة والرقابة من أجل تحقيق توازن بين جودة التعليم والاستثمار في التعليم العالي. ثانيا، توظيف تكنولوجيات التعليم لإحداث نقلة نوعية في التعليم العالي. ثالثا، العمل على موائمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، ومحاولة تحقيق الأولويات الحالية والمستقبلية وكذلك المحلية والإقليمية. رابعا، إنشاء بنية تحتية لحوكمة الأبحاث والاستفادة من نتائج هذه الأبحاث في القطاع الخاص، تمكين أعضاء هيئة التدريس من قضايا إدارة الأبحاث وغيرها. واستطاعت البحرين تبوؤ مراكز عالمية متقدمة في مجال التعليم خلال الفترات الماضية، فضلا عن تيسير الحصول على الشهادات العليا من خلال بيئة تعليمية متميزة ومتجددة من خلال عدة مشاريع. نأمل من خلال هذه المشاريع أن تكون البحرين إن شاء الله مركز استقطاب للطلبة من مختلف دول الخليج العربي يتلقون فيها العلم الحديث الذي يعني مرتبط بكل جديد والمعتمد على التكنولوجيا وعلى معايير عالمية تحافظ على الجودة والتميز. ومن المؤمل أن تؤدي خطة الحكومة في التعليم إلى أن يكون الخريج البحريني من كافة مستويات التعليم هو الأفضل عالميا في كافة المجالات. وللحديث عن قطاع التعليم في برنامج عمل الحكومة يسعدنا أن يكون معنا في استوديو الأخبار سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا أخي، ومساء الخير لجميع الأخوان المشاهدين الكرام. نعم سعادة الوزير، يعني من ضمن المحاور العريضة للتعليم في برنامج الحكومة تطوير المناهج الدراسية، ولعل يعني الامتحانات الوطنية ومؤشراتها من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق يعني هذا الهدف، يعني كيف تعاملت الوزارة في نطاق هذا المحور؟ في الواقع أن محور تطوير التعليم استحوذ على مساحة مهمة في مجال البرنامج عمل الحكومة، لأن اعتبار أن التعليم هو عصب التنمية، وبالتالي إذا كان كذلك فيجب أن تكون له خطط تتناسب مع هذا الأهمية، فيعني لا يمكن أن تنتظر المعجزة وإنما يجب أن تعمل لها. فهناك نقاط أخرى تم التطرق إليها تعني بالتعليم على بشكل عام. كما تعرف أخي الكريم والأخوان الوطنيين المشاهدين أن البحرين انتهت من مرحلة توفير مقعد لكل طالب، اليوم احنا نتكلم عن تجويد التعليم من ناحية كمية، من ناحية الكيف وليس الكم. فتم من خلال مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي أيضا يتولى الآن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب استحداث كثير من الأمور التي تعطي تغذية راجعة للوزارة. فالوزارة لما قدمت البرنامج الحكومي من خلال مجلس الوزراء الموقر
تعاملنا بكل مهنية في هذا الجانب، حاولنا نغطي بكل أريحية وشفافية مع المجتمع من تغطية أولا الجانب اللي خاص بالتعليم، التعليم العالي، المنشآت ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا طموح المواطنين في وجود تعليم يستطيع أن يتناسب مع متطلبات العمل. وبالتالي فأنت في تحدي كبير كيف تجعل التعليم متابع. لذلك برنامج عمل الحكومة في هذا الصعيد في المجال التعليمي أعتقد أنه ضمانة كبيرة، وأيضا يبين قدرة الحكومة وصدقية المعنى بأن هناك اهتمام كبير بالجانب التنمية، وليس فقط التنمية على صعيد لغة الأرقام وإنما بالبشر الذي يعمل هذا التنمية. لما ننظر الآن ما حدث في وزارة التربية والتعليم، هناك مسيرة كبيرة من التطوير بفضل دعم قيادتنا التي لا تدخر جهدا في توفير التعليم للمواطنين. وتفتخر اليوم البحرين بأن لخامس سنة في تقرير دولي صادر من منظمة اليونسكو يشير أن بلدك البحرين وبلد الأخوان المشاهدين الكرام ضمن الفئة الأولى في توفير التعليم للجميع. لما تكلم عن الجميع من حيث توفير مقعد للطالب، احنا حققنا أهداف التنمية الخاصة ب 2015 قبل بدايته، يعني قبل الوقت الذي حدد من قبل منظمة اليونسكو لذلك. فمن ضمن هذه الأمور هي الاختبارات الوطنية التي تتم في البحرين. لماذا هذه الاختبارات؟ أنا أعتقد أنها تدخل ضمن أولا تواصل مع المنزل، والتواصل مع المدرسة، والتواصل أيضا مع صانع القرار. في الواقع أن هذه الاختبارات ميزتها التي يتم تنظيمها مع الإخوان في هيئة ضمان الجودة، إحنا نريد أن نعرف داخل مدارسنا ما هو مستوى الطالب في مواد اللغة العربية، الرياضيات، العلوم. مملكة البحرين أقدمت على خطوة مهمة جدا، يعني نحن لا ننحرج أبدا من التغذية الراجعة، والدليل على ذلك نحن شاركنا منذ سنوات في تقرير في اختبارات الدولية في مجال العلوم والرياضيات، وهذه اختبارات تسمى كمصطلح إنجليزي التيمس. هذه أخ علي تشترط عليك هذه المنظمة الدولية أن توافق الدولة على نشر بياناتها أو لا تتعامل معها. فلذلك يجب أن تتأهل حتى تستطيع أن تدخل على هذه المنظومة الاختبارات. غير التأهل أن تلتزم دوليا. وللأمانة وأنا أقولها أمام الإخوان المشاهدين الآن، أن نعم لما أخذت هذه الرسالة وأتتني الرسالة رجعت مجلس الوزراء الموقر من عدة سنوات وقلت هذا شرط، هل توافقون عليه؟ نعم، كانت موافقة المجلس الوزراء الموقر حول ذلك، لأن احنا نريد التطوير، وبالتالي التقييم في التعليم يختلف عن التقييم في المجال الرياضي. هناك كاس وهناك ايضا التغذيه الراجعه اللي بوصل لك اياها تفيد الطالب والمدرسه. لدينا والمزارة. يعني كذا محور يعني التربيه بصفه عامه لا نستطيع ان نتناولها كذا اكيد تبي لها حلقات بالتاكيد. دعنا ننتقل الى تطوير التعليم الخاص. يعني ربما احنا نحتاج الى نقاط يعني ملخصه واضحه للساده المشاهدين. تطوير التعليم الخاص، كيف تتبلور آلية التطوير من حيث الشق التعليمي اللوجستي الفني، وأيضا الرقابة على مسألة يعني ارتفاع الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة؟ بالنسبة حق التعليم الخاص أيضا ورد في البرنامج العمل الحكومة هذا الجانب، فبالتالي هناك خطة لتحديث التشريعات في هذا الجانب. هناك أيضا متابعة، والدليل على ذلك اليوم ويمكن أمس احنا ناشرين عن 11 روضة وجدنا أنها مخالفة للنظام. اليوم كان في اجتماع الظهر قبل لا أتي لهذا الاستوديو الموقر، ووقعت تعهدات على هذه الرياض الأطفال إذا لم يقم بإصلاح الوضع الذي نعتقد أنه ليس في صالح الطالب ولي أمر، وقع الشخص أو المالك وليس المدير، المالك بأن موافق على سحب ترخيصه. ونحن أيضا في استمرار في هذا الجانب، نحن لا نقلق الأباب أمام التعليم الخاص، ولكن نحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى ثم القيادة ثم أولياء الأمور أن نوفر لهم رعاية كاملة. فهناك زيارات دائما لهذه المدارس، وأيضا هيئة ضمان الجودة لما تصدر التقارير نقوم نحن بمتابعتها. والخطوة القادمة تم إبلاغ جميع المدارس التي وردت بخصوصها تقارير ليست إيجابية، بأن الوزارة ستقوم بعدم السماح لها
باستقبال طلبة جدد حتى يعدلوا أوضاعهم، وهذا الإجراء اتبعناه مع الجامعات. فبالتالي أما قضية الرسوم، إحنا لا نوافق تلقائيا على موضوع الرسوم. اشترطت الوزارة بأن لما تقوم مدرسة خاصة بتقديم طلب الرسوم أن ترفق بذلك استمارة، وهذه الاستمارة تتكلم عن يجب أن يوقع فيها ممثل الأهالي. وغير ذلك نحن أيضا ننتظر من المدرسة قبل الموافقة عليها هناك نسبة معينة، ويجب أن تكون هناك مبررات للزيادة، أو حتى لو وقع ولي الأهالي نرفض في بعض الأحيان. طيب سعد الوزير، بس على أساس نغطي يعني محورين آخرين نتعلق فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، دمجهم في المدارس الحكومية، يعني إلى أي مدى أثبت ذلك الفاعلية ونجاحها؟ أعتقد أن مملكة البحرين خطوات كبيرة في على هذا الصعيد. يكفي أن اليوم الحافلات الخاصة لطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة عندنا حوالي 59 مدرسة فيها سياسة دمج، يعني الطالب مدموج مع أقرانه، وهناك أيضا تسهيلات تقدمها الوزارة تساعد على الدراسة، وهناك أيضا فترة حتى في الامتحانات مراعين ظروفهم، وأيضا العاملين بها مع هؤلاء الأبناء لهم تصنيف في الكادر المعلمين، ولهم أيضا علاوة خاصة. ويعتقد من ضمن الإنجازات التي تحسب لمملكة البحرين أنها الآن عندنا أكثر من 40 طالب من طلبة صعوبة التواصل التوحد، وهي يحتاجون لفئة تعامل خاص، الصف مقسم لكي يتناسب معهم نفسيا وتعليميا. والنقطة الأخرى التي أريد أن أتطرق إليها أن هؤلاء الأبناء، أن احنا لا نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة بس بعدد معين او اللي عندهم اعاقه، وانما حتى الطلبه الذين لديهم صعوبه في التعلم وغيره. سعادة الوزير، احنا نعدك من نخصص لك ان شاء الله حلقه خاصه لتناول العديد من المحاور المتعلقه بالتعليم. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى هذه التوضيحات. احنا والله يا اخي مستعدين، وانا اكد ان برنامج عمل الحكومه حاول ان يغطي كافه مراحل التعليم، لأن التعليم هدف أساسي. نعم. ونحن نريد أن تدخل الابتسامة والفرحة دائما في كل بيت. شكرا سعادة الدكتور.